أهلا بكم في نشرة أخبار المنتصف من قناة حلب اليوم وفي عناوينها: مع طرح نظام الأسد ورقة نقدية جديدة، خبراء يحذرون من انعكاسات سلبية على المواطنين ومعيشتهم. الخلافات تعود إلى صفوف حركة أحرار الشام وقرابة 400 عنصر ينشقون عنها. وفي ريف حلب حفل تكريم لطلاب في مدينة جرابلس حضرته منظمات سورية وتركية. أهلا بكم مجددا. تراجعت قيمة العملة السورية بمقدار 40 ليرة أمام الدولار الأمريكي عقب طرح نظام الأسد ورقة جديدة من فئة 5000 للتداول في الأسواق، في وقت حذر فيه خبراء اقتصاديون من أن الورقة الجديدة ستنعكس سلبا على معيشة المواطن السوري. طباعة نافرة وألوان متعددة، إنه جزء من وصف مصرف سوريا المركزي التابع للنظام للورقة النقدية الجديدة من فئة 5000 ليرة سورية، حيث أن المصرف صب جل اهتمامه على مزايا الورقة والتي ضخها في السوق اعتبارا من 24 من الشهر الجاري، كما اهتم ببيان الحاجة إليها، وكأن أزمات السوريين تنحصر في أوراق تالفة تحتاج للتجديد. واللافت أن صورة الورقة الجديدة ذات الرقم الأكبر لم تحمل صورة رئيس النظام كما جرت العادة، بل تم استبدالها بصورة عنصر من نظام الأسد. الخبير الاقتصادي عبد الناصر الجاسم وفي تصريح خاص لحلب اليوم قال إن الورقة النقدية الجديدة ستنعكس سلبا على المواطنين، حيث سترتفع أسعار المواد الغذائية وتتراجع الليرة مجددا أمام العملات الأجنبية. كما اعتبر رئيس مجموعة عمل اقتصاد سوريا أسامة قاضي أن هذا الإجراء يعكس مدى التضخم الذي عاصف بالاقتصاد السوري، مشبها اقتصاد النظام الحالي باقتصاد ناحية من نواحي سوريا وفق موقع الشرق سوريا. انعكاس تجسد سريعا في محافظة الحسكة حينما توقفت محلات الصرافة عن تداول الليرة حسب ما ذكر موقع نورث بريس. ترافق ذلك مع انخفاض حاد في قيمة الليرة، حيث انخفضت بمقدار 40 ليرة أمام الدولار الأمريكي. وفي إدلب سبب إدخال الأوراق النقدية الجديدة إلى الأسواق موجة جدل وانتقادات تركزت حول الجهة التي أدخلت وأسهمت في وصول الأوراق النقدية على الرغم من إقفال المعابر مع نظام الأسد كما هو معلن. الخبير الاقتصادي عبد الحكيم المصري وفي تصريح سابق لعنب بلدي قال إن الحكومات في أي بلد تلجأ لطبع عملة جديدة في حالتين: الأولى هي نقص الأوراق النقدية المتداولة لكونها مهترية، والثاني حينما تعجز تلك الحكومات في موازنتها العامة فتطبع أوراق نقدية دون توفر أي رصيد أو إنتاج مقابل هذه العملة. ثمة أسباب واضحة لإصدار أوراق نقدية جديدة، أسباب تنطبق بصورة عامة على النظام المنهار اقتصاديا والممتلئة أسواقه بالعملة المهترئة. لكن السؤال الأبرز هنا: كيف وصلت هذه الأوراق إلى المناطق المحررة قبل طرحها في أسواقه؟ وهل الغاية سحب العملة الصعبة من الشمال لدعم اقتصاده؟ وللحديث أكثر عن هذا الموضوع ينضم إلينا الدكتور عبد الناصر الجاسم الأكاديمي والخبير الاقتصادي، معنا الآن من ماردين. أهلا بك دكتور. بحسب المعلومات المتوفرة، هل تغطي هذه الأوراق الجديدة قيمتها الفعلية وهل لها أي رصيد؟ أهلا وسهلا بك وبالسادة المشاهدين. أهلا بك. حقيقة مهما حاول يعني نظام الحكم والإدارة المالية والاقتصادية فيه تجميل الصورة وقدم مبررات، هذا تمويل بالعجز ويعكس حقيقة عمق الأزمة المالية والتي تراكمت عبر عجوزات في مالية الدولة عبر سنوات، ربما آخرها يقدر عجز الموازنة الأخيرة حوالي 1.5 مليار دولار. نعم. بعد أن فقد النظام مصادر التمويل أو تراجعت مصادر التمويل المتمثلة بالمديونية الخارجية من حليفي الروسي والإيراني، وبعد عدم استجابة الموارد الداخلية أيضا للإقراض الداخلي،
لجأ النظام إلى هذا النمط من التمويل، وهو تمويل بالعجز بلا شك، بدون رصيد وبدون أي قيمة. القضية الأساسية أخي العزيز أن هذا الإجراء وهذه الطباعة التي وصفوها بأنها أنيقة وهي حقيقة ليست دقيقة أبدا، جاءت في متزامنة ومترافقة مع إجراءات تشبيح مالي واضح جدا في دمشق وحلب، حيث هناك كثير من الحجوزات الاحتياطية على رجال الأعمال المقربين من السلطة، هناك صلبطة وبلطجة حقيقية على تجار حلب وصناعيها من خلال هجمات المكتب السري في الجمارك. فبالتالي هذا زعزع الثقة المتصدعة أساسا بين الشعب وبين هذه الحكومة، وهذا ينعكس بشكل أساسي كأثر معنوي عالي جدا. فطبيعي جدا يعني أن ترى تراجع قيمة الليرة السورية في يوم الإصدار أو عندما تشاع هذه الأخبار. نعم. طبيعي جدا دكتور، يعني اقتصاديا مبرر هذا الكلام. نعم الآن. نعم. هذه العملة دخلت إلى المناطق المحررة، ما تأثير هذا الأمر؟ الحقيقة أن الصلة والشبكات، شبكات الفساد موجودة على ساحة الأرض السورية، يعني لا علينا لا نستغرب، يعني هناك بضائع وهناك سلع وهناك كثير من وهناك بشر يمرون عبر البوابات بين الأراضي تحت سيطرة النظام، وبالتالي شيء طبيعي أن العملة تدخل وتصل عبر يعني هذه الشبكات. مبدئيا الرد الفعل الأولي والتأثير الأولي سيؤدي إلى ارتفاع أسعار بالتأكيد، نتيجة الشعور القلق لدى المستهلك ولدى التاجر ولدى العاملين في السوق بشكل كامل. مبدئيا الخوف الأكبر أن يتطور ارتفاع الأسعار هذه بشكل مضطرد، فنصل إلى مرحلة التضخم الجامح الذي يصعب كبحه، وبالتالي هذا ينعكس على معيشة الناس، ينعكس على يعني أسعار الأكل والشرب وإلى ما هنالك. نعم دكتور، على ذكر التضخم، إذا كانت الليرة تراجعت بعد طرح العملة الجديدة مباشر، فما هو مستقبلها خلال الأسابيع أو ربما خلال الأشهر القليلة القادمة؟ حقيقة لا يمكن أن أقول يعني أن أقول لك تنبؤ دقيق، ولا أعتقد أن أحد قادر أن يتحمل مسؤولية تنبؤ دقيق، لأنه لا توجد لدينا أرقام حقيقية، يعني كل ما يسوقه النظام من أرقام، من حتى كمية الضخ، حتى كمية الأوراق التالفة، حتى المبررات التي تحدث عنها، هي كلام أعتقد غير دقيق، وبالتالي لا يمكن أن نتنبأ إلا بمسار الظاهرة بشكل عام. مسار الظاهرة بشكل عام للأسف هذا سيؤدي إلى ارتفاع في الأسعار مجددا، وإلى سلوك انكماشي لدى المنتجين ولدى العاملين في السوق بشكل عام. نعم. يعني أنا دعني أقول لك في الختام، تفضل بعجالة، الاقتصادية والإنسانية مستمرة في سوريا ما دام هذا النظام موجود للأسف. يعني هذا الكلام لا نتمناه بالتأكيد، لكن هذه أصبحت حقيقة لدى الجميع، طالما أن هذا النظام وأدواته وقراراته وتخبطه موجود فالكارثة مستمرة وبازدياد. نعم أشكرك جزيل الشكر الدكتور عبد الناصر الجاسم الأكاديمي والخبير الاقتصادي، كنت معنا من ماردين. أفاد مصدر خاص لقناة حلب اليوم بخروج مئات المقاتلين من حركة أحرار الشام وانضمامهم لصفوف فصيل الجبهة الشامية التابع للجيش الوطني السوري بسبب تعيينات أصدرها القائد الجديد للحركة عامر الشيخ، فيما لم يصدر الفيلق الثالث أي تعليق حول الموضوع حتى الآن. لم تمضي سوى أيام قليلة عن التوافق على عامر الشيخ قائدا عاما لحركة أحرار الشام حتى عادت الخلافات لتشتعل من جديد. أكثر من 400 مقاتل من كتلة حمص يعلنون انشقاقهم عن الحركة وانضمامهم للفيلق الثالث في الجيش الوطني السوري، من ضمنهم قائد أركان قوات المغاوير في الحركة أبو الليث الحمصي بحسب مصدر خاص لقناة حلب اليوم. المصدر ذاته أكد أن الكتلة تمثل ثلث القوة الضاربة لإحرار الشام بقيادة أبي فيصل الأنصاري قائد قوات المغاوير، وتعتبر من مقاتلي النخبة.
الخلافات الجديدة جاءت بعد إصدار القائد الجديد للحركة عامر الشيخ عدة تغييرات في هيكلية الجناح العسكري، من أهمها تعيين النقيب حسن العبيد أبو صهيب قائدا عسكريا عاما للحركة، وهو الذي كان يشغل منصب نائب قائد الجناح العسكري المعارض لقيادة الحركة سابقا، إضافة لتعيين أبي إسلام قائدا للأركان، وهو كان خارج صفوف الحركة منذ 4 أعوام ليعود للواجهة بمساعدة حسن صوفان لإدارة المعسكرات خلال فترة الخلاف مع قيادة الحركة. انشقاقات تأتي بعد حزمة من التعيينات الجديدة التي وصفت بتحيزها لحسن صوفان الذي كان يقود محاولة انقلاب على القيادة السابقة لأحرار الشام المتمثلة بجابر علي باشا قبل أن يتم التوافق على تعيين عامر الشيخ قائدا جديدا لها. موقع المدن نقل عن مصادر قولها إن الكتلة الحالية ليست الأخيرة التي ستخرج من الحركة، وإن هناك عددا من الكتل على تواصل مع قيادة الجبهة الشامية ليتم التنسيق معها للعمل ضمن صفوفها في الفيلق الثالث التابع للجيش الوطني. ينضم إلينا عباس شريفة الباحث في شؤون الجماعات الإسلامية من إسطنبول. أهلا بك أستاذ عباس. الخلافات تأتي بعد أيام من التوافق الأخير داخل حركة أحرار الشام، برأيك ما السبب؟ بداية تحياتي لك وللإخوة المشاهدين. السبب واضح، أن المبادرة التي تم التوافق عليها كانت مبادرة منقوصة ومليئة بالثغرات، مبادرة الصلح أقصد التي تدخل بها الوسطاء. هذه المبادرة تم الاتفاق فيها على شخص قائد الحركة اللي هو عامر الشيخ، لكن لم تأتي على تفاصيل ترتيب مجلس القيادة وترتيب توزيع المناصب وقيادة المفاصل العسكرية الأساسية في حركة أحرار الشام، مما جعل هذه القرارات منوطة بيد القائد العام لحركة أحرار الشام. وكون الاتفاق حصل على شخص القائد لا يعني الاتفاق على مجمل هذه التفاصيل. لذلك الذي حصل هو أنه قيادة عامر الشيخ يعني انساقت في تعيين القيادات العسكرية من الكتلة المحسوبة على حسن صوفان، واستثنت أو تجاوزت كتلة الشيخ جابر علي باشا في هذه التعيينات، مما جعل قسم كبير من من الكتائب ومن الألوية في حركة أحرار الشام ينظر إلى هذا التصرف أنه انحياز وإفراغ للمبادرة التي قامت على أساس إعادة التماسك واللحمة ووحدة الصف لحركة أحرار الشام. لكن ما حصل من خلال التعيينات التي قام بها القائد عامر الشيخ بالمشاورة مع حسن صوفان كانت هي تشكل انحياز لأحد الأقطاب على القطب الآخر، وهذا الأمر بالضرورة أو يعني شيء طبيعي أنه يتسبب بهذه الانشقاقات عن الحركة. نعم أستاذ عباس، هذه الخلافات هل ستعيد الحركة إلى المربع الأول وكأن الاتفاق لم يحصل أساسا؟ لا أعتقد، يعني هناك كان نية كثيرة عند كثير من الكتائب والفصائل بالانشقاق أو الخروج من حركة أحرار الشام بعد ما وصلت الأمور إلى طرق مسدودة، خصوصا مع توقيف الكتلة المالية منذ الخلافة، منذ شهور واقف الكتلة المالية عن يعني مقاتلين حركة أحرار الشام كنوع من الضغط حتى يستجيبوا لعملية الصلح. عملية الصلح أو عملية رأب الصدع التي تمت وفق الثغرات التي تحدثت عنها، لم تأتي على تفاصيل خلاف واكتفت ب يعني حل العنوان الرئيسي اللي هو قيادة حركة أحرار الشام. لذلك يعني لا أجد، قد تصدر بعض المبادرات أو محاولات رأب الصدع، لكن لا أراها يعني فاعلة في ظل وصول المشكلة إلى هذا الحد. نعم أستاذ عباس بعجالة لو سمحت، ما احتمالية اتساع الخلاف ليصل إلى الفيلق الثالث باعتبار استقبال هذه العناصر المنشقة؟ يعني أعتقد أنه قضية استقبال هذه العناصر هو منوط بتحويل الكتلة المالية، إذا تم تحويل الكتل المالية إلى الفيلق الثالث بحيث يتم اعتماد هؤلاء اللي تركوا الحركة، فأعتقد أنه لن تكون هناك مشكلة كبيرة. لكن المشكلة إذا تم
يعني شطب هذه الأسماء من الكتل الملكة، نوع من الضغط حتى يبقوا ضمن حركة أحوال الشاه، فأرى أن الأمر قد يكون متعسر. يعني هذا هو التحدي الأكبر، أنه هل تنتقل الكتل المالية والاعتماد مع هؤلاء المشقين الفصيل إلى الفيلق الثالث الذي استقبلهم، أم سيتم شطبهم؟ هذا المحدد هو الذي سيؤثر على مجريات الأمر. نعم، عباس شريفة الباحث في شؤون الجماعات الإسلامية كنت معنا من إسطنبول، شكرا جزيلا لك. كشفت شبكة فرات بوست المحلية عن اجتماع عقد بين قسد من جهة وقوات النظام ولجنة ممثلة عن شركة القاطرجي من جهة أخرى بحضور الشرطة العسكرية الروسية، وذلك في مركز التنسيق الروسي في بلدة عين عيسى شمالي الرقة، وذلك لعقد اتفاق نفطي بين الطرفين. وأوضحت الشبكة أن الأطراف توصلوا لاتفاق يقضي بسماح قسد بدخول 400 صهريج من النفط شهريا إلى مناطق سيطرة النظام، وتتكفل آليات تابعة لشركة القاطرجي بعمليات النقل. وفي المقابل تعهدت قوات النظام بحماية مناطق قسد من الهجمات التركية عبر نشر حواجز ونقاط مراقبة على خطوط التماس مع فصائل المعارضة بحسب الشبكة. أصدر الوفد المشارك في أعمال اللجنة الدستورية السورية بيانا أعلن فيه انطلاق الدورة الخامسة من اجتماعات اللجنة الدستورية اليوم الاثنين في مقر الأمم المتحدة بمدينة جنيف السويسرية. وقال الرئيس المشارك للجنة الدستورية هادي البحرة إن الدورة ستناقش المبادئ الأساسية في الدستور وحقوق المواطنة الأساسية وفصل السلطات واستقلال القضاء، فضلا عن اللاجئين والنازحين السوريين والتي تعد بمنزلة هيكل عام للدستور تبنى عليها باقي فصوله حسب قوله. نشرتنا مستمرة وفيها بعد الفاصل. بعد سنوات شاقة من الدراسة، طالبة سورية تناقش رسالة ماجستير في المناطق المحررة. أهلا بكم مجددا في نشرة أخبار المنتصف تأتيكم من قناة حلب اليوم. أكدت منظمة الأمم المتحدة للطفولة يونيسف أن أكثر من نصف الأطفال في سوريا لا يزالون محرومين من التعليم، وأضافت المنظمة أنه يوجد في سوريا أكثر من 2.4 مليون طفل غير ملتحقين بالمدرسة، منهم 40% تقريبا من الفتيات، ومن المرجح أن يكون هذا العدد قد ارتفع خلال عام 2020 نتيجة تأثير كورونا. وأشارت المنظمة إلى أن نظام التعليم في سوريا يعاني من الإجهاد الكبير ونقص التمويل والتفكك وعدم القدرة على تقديم خدمات آمنة وعادلة ومستدامة لملايين الأطفال. كرمت مؤسسة البناء والتمكين في مدينة جرابلس بريف حلب الطلاب المتفوقين والمتميزين في مدرسة مقاصد الخاصة بحضور منظمات سورية وتركية. ابتدأت مدرسة مقاصد الخاصة برنامجها بالبرنامج التعويضي، والذي استهدفنا فيه 263 طالبا، شملت الطلاب من الصف الأول حتى التحضير التاسع، وكان عندنا هناك شعبة في التحضير بكالوريا. بشكل عام هذا اليوم في نهاية الفصل الأول الذي استمر 4 أشهر و10 أيام، استطعنا أن نصل إلى نهاية الفصل بتكريم طلابنا المتفوقين والمتميزين من بينهم. ثم بعد ذلك
المعايير التي استخدمناها في قبول الطلاب كان هناك معياران، معيار الطالب الذي يعاني من تخلف في الجانب العلمي وضعناه في البرنامج التعويضي، والمتقدمين علميا وضعناهم في برنامج خاص، وانطلقنا في هذه الطريقة في تعليم أولادنا، واستخدمنا التربية مدمجة مع التعليم، والآن في الفصل الثاني إن شاء الله نستخدم مهارات الحياة مدمجة مع برنامج التعليم. قال موقع العربي الجديد إن الشرطة الروسية دعت وجهاء من منطقة طفس ومسؤولين في النظام للقاء بهدف التوصل إلى حل يوقف إطلاق النار الذي تشهده أطراف طفس واليادودة في الريف الغربي لدرعا. وأضاف الموقع أن مدينة طفس شهدت هدوءا بعد مواجهات بين أهالي المدينة وقوات النظام أسفرت عن مقتل وإصابة 10 عناصر على الأقل من الأخيرة. وكانت الفرقة الرابعة التابعة للنظام والمدعومة من إيران قد بدأت بعملية عسكرية على مدينة طفس بريف درعا الغربي وقامت بقصفها بالمدفعية. خرج من مدنيون من الجامع العمري في درعا بمظاهرة تضامنا مع مدينة طفس التي تحاول الفرقة الرابعة التابعة للنظام اقتحامها. نظم معلمون وعاملون في مديرية التربية من مدينة الباب شرقية حلب نظموا وقفة احتجاجية أمام المديرية للمطالبة بزيادة أجورهم وتحسين ظروف العمل. المزيد في التقرير التالي. عشرات المعلمين اتخذوا هذه الوقفة الاحتجاجية سبيلا لإيصال مطالبهم إلى المسؤولين في منطقة درع الفرات في ريف حلب. زيادة المرتبات وتحسين ظروف العمل هو ما طالبوا به في لافتتهم. هذه الوقفة سببها نتيجة تردي الأوضاع المعيشية السيئة في هذه الأوضاع الصعبة. نطالب جميع وكافة المسؤولين النظر في حقوق المعلمين، نطالب بحق المعلم الذي هو الأداة الأولى لإصلاح الشباب وإصلاح كافة المجتمع، نطالب كل المسؤولين النظر في أمور المعلمين. نحو 750 ليرة تركية هو ما يتقاضاه المعلم شهريا في ريف حلب الشرقي، وهو مبلغ لا يتناسب مع غلاء الأسعار والظروف المعيشية القاسية التي تشهدها المنطقة، يقول المعلمون، ما دفع العديد منهم إلى ترك القطاع العام والتوجه نحو التعليم الخاص، في حين يعمل بعضهم في الأعمال الحرة بعد الدوام أو بديلا عنه. راتبي 750 ليرة، أدفع 350 إيجار بيت و200 كهرباء و100 مي، والباقي كلياته أنا أضطر أشتغل شغل إضافي. اليوم هؤلاء المعلمين وبالأخص النازحين أغلبهم يوقفون على الدوارات يشتغلون أعمال حرة، بلوك، تراب، تحميل، تنزيل. مرتبات القطاع العام في منطقة ريف حلب الشرقي والتي تتراوح بين 600 و800 ليرة تركية لا تكفي عوائل الموظفين احتياجاتهم الشهرية بحسب وصفهم، خصوصا بعد خسارة الليرة التركية ما يقارب ثلث قيمتها أمام الدولار خلال العام الفائت. مالك أبو عبيدة، قناة حلب اليوم، ريف حلب الشرقي. ناقشت الطالبة براء باطوس من مدينة إدلب رسالة ماجستير في جامعة إدلب حول الأدب التدمري وسجن تدمر الذي عانى المعتقلون السوريون فيه. الرسالة كانت تتحدث عن الشخصيات في الرواية التدمرية وسلطت الضوء على الأدب التدمري كنتاج
ومعاناة لشعب كامل، أبرزت صورة السجن التدمري كمجتمع مدني حقيقي كان يحتوي على عينات عديدة من المجتمع من أطباء ومهندسين وأكاديميين أو عاملين عاديين، مزج السجن بين حياتهم جميعا، ثم أخرج إلينا الأدب التدمري هذه النماذج مصورة كيف عانت من عذاب السجانين، كيف عانت من الروتين السجن القاتل، كيف استطاعت التغلب على حياة السجن. سجن تدمر يختصر معاناة شعب، يختصر المعاناة التي نعيشها اليوم نحن وآلاف المعتقلين، يجب أن نبرز هذه المعاناة إلى العالم، ولذلك كان اختياري لسجن تدمر. هذه الرسالة لو أن الظروف مستقرة تماما هي معاناة، يعني أنا أقول الآن أنا بحاجة إلى علاج نفسي حقيقة، لأن ما قرأته ليس بالشيء السهل إطلاقا، أن تعيش صور المعاناة، أن تعيش مثلا كيف أب سبعيني يمكن أن يعذبه أبناؤه، وكيف يمكن أن يأمر السجان بجلده أو حرق ذقنه أو بتر أذنه مثلا، حقيقة الموضوع جدا معاناة فظيعة. ولكن بدأت بالهدف، وضعت أمامي هذا الهدف، يجب أن أبرز أو أظهر الشهداء الذين دفنوا والشهداء الذين ما زالوا أحياء. أنا أقول عنهم حقيقة الحرين من سجن تدمر شهداء، ولكن ما زالوا أحياء، والواجب علينا أن نقتسم هذا العار جميعا. ومن قصة براءة نختم وإياكم نشرة أخبار المنتصف من قناة حلب اليوم. لمزيد من الأخبار يمكنكم متابعتنا على وسائل التواصل الاجتماعي وعلى موقعنا الإلكتروني halabtodaytv.net. في أمان الله.